تشارك معنا سمية ماشي هند. هند ما التزمتش بالمواعيد، كنتمنى ان شاء الله يكون المانع خير عندك هند. معنا اذا سمية. سمية مساء النور. اهلا وسهلا، ونتمنى نسمع اخبار خير عليه ان شاء الله. ان شاء الله، ما عرفناش شنو كاين، فهي اللي هي اللي تواصلت معنا هي اللي طلبت انها تشارك معنا، وفي الاخير كنعيطوا لا والو. على اي ان شاء الله باذن الله ما يكون حتى شي حاجه، وانا ضروري غنقول على ان سميه هي ماما هذيك العائله الغزاله اللي شاركت معنا البارح، عطاتنا ديك الوصفه وبالطريقه وبالمهال وبطريقه رائعه. ربي يخليها لك ويحفظها لك سميه. انا نفسي خليك لي عزيز عليك. شكرا جزيلا. تفضلي سميه، ما نديرلكش من وقتك، شنو غتقترحي لينا في العيد؟ صافي حاله انا معاكم. لهلي خاطرك، انا باش نكون صريحه معاك، انا بالنسبه للحلوه ما كنفهم، ما كتفهم لا شيء. عمل اللي بغيتي، اقترح اللي بغيتي اختي، كل واحد اختصاص ديالو. اختي ما شاء الله الحلويات. شكون يا ليلى اختك؟ ليلى. صافي ليلى، اذا هي اللي غتشارك معنا غدا. قول لها تبارك الله، هي قالت لك هي تحت امرك، هي معك قلتها لها انا. والله صافي، هي اللي غتشارك معنا غدا في الحلوه. تبارك الله وصلى على النبي، الله يوفقها يا ربي. الحبيب يخليك يا حنان اختي، انا نعطيك واحد بعض الوصفات بسيطه وهي كافكار. صافي شكرا جزيلا. تفضل العفو اختي حنان. الورقه ديال البسطيله كيفاش نعملوا نصنعوا منها الغايف هي بيدها. اها نجيبو مثلا بعد مرات كاين نجيبو الورقه كتبقى لنا ديك الفائده، يعني ما كنسالوهاش كاملين، كتبقى غير كتلبس هي ماشي، كنسيبوها في الحقيقه لان هي ما كطولش، اذا جبنا بزاف كنسيبوها. كيمكناش نستعملها انها كتقطع كتلبس ما كتبقاش صالحه. المهم في نفس النهار الا عملنا مثلا البريوت ولا عملنا اي حاجه وبغينا نستعملوا ديك الورقه، كنجيبو مثلا الا بقى لنا نص كيلو ديال الورقه، كنجيبو نص لتر ديال الحليب وكنصبقوها فيه، يعني بحال نقول لك ماشي غادي نسقيوها بحال غنسقيوها، غادي غندهنوها، يعني بحال اللي غاتشيخ شويه بديك الحليب. اها يعني بحال اللي غنقول لك ندهنوها بالشيته كاع. اه دكوغ، مدققين كثر. اها ندهنوها، ناخذ ندهنوها بالشيته تشرب ديك الحليب. ملي كتشرب ديك الحليب بحال اختي سبحان الله العظيم كتولي كتولي بحال الجيم ديال الرغايف، ولكن هو اسهل في الهضم سبحان الله. يعني هنا مجربينها، يعني ماشي هنا كتكون قابله للاستعمال ان احنا نعملوا بها الرغيفات. دونك حنا غنعجنوا الرغايف وشويه العجينه ديالو قاصها على المائده شويه، حنا كنعرفوا طبعا الرغايف هي صعيبه، هذه كتولي صالحه للاستعمال يا اما تطيب بها المسمن عادي ملي كتفزقها وتطلقها، غير كتلبس شويه كترجع لك عجينه الرغيفه في يدك. ديك الساعه غير كتطلقها كتشكلها ولا خصك بحال اللي تعاود لها بالعجينه ولا كيفاش كتعمل لها؟ لا غير ملي كتفزق هي بالحليب هي كتولي عباره عن رغيفه. سبحان الله. والله انا بيدي سبحان الله العظيم، هاللي عطاني هاد الوصفه الناس كنقول غتقطع لي لا هي كتقطع. نجربوها، جربتيها انت سميه؟ لا انا جربتها. أيوة. انا ما نقدرش نديك شي حاجه ونجربها. هذه مثالك، لهلي خاطيك. لان المستمعين راه كيسمعوها. المسؤوليه ديالنا هذوك، لهلي خاطيك. امين اختي الحبيبه. قلت لك كتولي هي شويه بحال اللي سبحان الله العظيم بحال ماشي بحال اللي كتفزق بالماء. ملي كتفزق بالماء كتقطع، ولكن بالحليب لا. بالحليب لا. الحليب كتبقى شابه راسها. من بعد واحد الحال حنا عاوتاني نحتاروا عليها شويه، راه غير رقيقه طبعا. هي رقيقه طبعا، هي رقيقه. ديك الساعه يا اما كتعمرها بالحشوه ديال الدجاج ديال الكفته اللي كاين اللي كيمولوا بالرغايف معمرين، يا اما كطيبها عادي كما بغيتي انت، يعني رغيفات عاديا. فكره لان الورقه اللي كيستعمل ورقه بزاف ما تضيعلوش. ما عندي ما يتسالك والله العظيم، الا شحال من مره كنسيبوها زعما لان ما كتبقاش صالحه. والله انا كنبقاو ما نجربو ما نعملو بها، سيرتو كتيبس اذا كان عندنا القياس كبير كنكونو كنعمرو شي اخر، صافي كتبقى تيبسنا ما كتصلحنا والو. هذيك هي المشكله، كتيبس. والصراحه حنا الورقه عندنا قليله، ما كنشوفش بعض الناس اللي كتعرف تعدل الورقه. ماشي اي واحد كيعرف يعدل الورقه. لا عندك صح. ايه عندك الحق. اللهم وقيل انا عندي على معدله صافي عدله، انت غتبقى تعدله نديوها من عندك سميه. ان شاء الله ان شاء الله. عندي ما يتسالك، ربي يخليك. ونعطيك واحد شويه ديال السر ساهل بزاف. اها. متناول للجميع وممكن تعملوه في اي وقت وفي اي لحظه. اييه قولي. نعطيك هذيك تعملوا لي امل الله يرضى عليها تقريبا يوميا في رمضان. الله يرضى عليك يا ربي الحبيب. والله الله يرضى عليك، اتي هذه راه هي الوصفه ديالها من الكامل. عرفتي المهم هي كتعملها. عنطيها لك حيت اليوم هي ما كايناش. المهم كتشبر البسكوي مستدير لا ما معروف. معروف. هذاك كتشبر معاه اربعه البنانات. ولو كنتي مثلا حاصيها تعمل ثلاثه طبقات كيما كتعملوا امل، راه كيحتاج مثلا نص لتر الحليب حتى لتر الارض. اييه. اذا كنتي غتعمل غير جوج طبقات
غير مسيترو ناقص مسيترو ناقص. وكيكس شحال كتعمل؟ واش ديك القشر كامل ولا شحال او لا اكثر؟ لا شوفي، الا كانت ثلاثه طبقات هذه هي العجيبه الغريبه هذه الوصفه انها ما كتدي والو. احسن لك القشر ان شاء الله الا من ثلاثه طبقات وراه غيجيك لك الخير. ياه وهذه مشي جربها دابا راه غير. والمول والمول اللي كتعملها والمول فاش كتعمل؟ ممكن تعملها في المول ديال الكيكه. ممكن الا عندك شي ديك الجيج. انا اختي انا عرفت الزيتات ديالهم كيجيو روعه الصراحه، احسن امل كنت انا اللي تما ديك الدجاجه ديك الكبيره صافي كتكون حتى الطيره ولكن هي مستديره. عرفت هذيك كتكون مشرفه من القاع كتكون زيونه. المهم الاحسن تعملها في هذيك. كنا كناخذوا الحليب الا كنا ثلاثه طبقات احسن يطرو يطرو شي حاجه. المهم باش يجينا حيت علاش حنا غنعدلو اصلا. يعني لكن الحليب اكثر من السيترون غنحتاجو اكثر من جوج فلان احسن ثلاثه. وطبعا كل واحد متوفر له في الدار ديالهم. هاد المقادير ماشي مقيد بها. يعني كل واحد يعمل اللي متوفر عنده. متوفر له جوج طبقات ثلاثه طبقات ما يدروش غير هو ثلاثه طبقات كتبين المنظر. نعملو حنايا ثلاثة طبقات سيرتو ما كاينش بزاف ديال المقادير. لا ما كاينش اختي حنان اختي انا هذه صراحة نهار اللي جات اعمل وقالت لي اختي انا بنتي هذه ما يعجبني. هذا الاقتراح ديالها هي. ديالها هي اللي جاتو هي فهي مولعه في هذا الشيء. تبارك الله وصلى على النبي. ومصاب خليها هذه شي حاجة مزيونة. الله الحمد لله. قلتي لي كاين بعدا كاين كيكس مدور وكاين الحليب صافي هادو هما دو المقادير. وفلان واربعة البنانات. واربعة البنانات هادو مقادير. اييه نعطيك الطريقة. وطبعا كاين الزواق حنا نعطيك ما كنقول دائما عمر ما كنشرط على شي واحد باش يزوق. كل واحد عينو هذيك ويزوق كيفاش ما بغى. صافي بعض المرات كيكون عندنا حاجه متوفره ما شاء الله بعض المرات كنكون الحمد لله عندنا ما ناكلو في النهار ديالنا كل نهار كيفاش كل نهار كيفاش كيكون. ايوا التيسير ديالو. المهم كتشبع ديك البنانات اربعه طبعا كنقيهم كنقطعوهم قطع مستديره ما يكونوا شي غلاطين بزاف. ناوطين. المهم اربعه بنانات كنقطعوهم كنشبرو داك المول اللي هضرت لكم عليه. الا ما توفرش هذاك نعملو في المول. واش ديك اللي كيجي واش ديك اللي فحال التبصيل غير فحال الدجاجه مدور يعني ما عنده لا حاشيه لا حتى حاجه اولا ديك اللي كيجي هذاك اختي حالي اللي عنده الحاشيه داك اللي كنطربوا فيه غير كنطربوا فيه القشده الطاريه يعني كيشد البروده. عرفتو هذا كيكون مزيون ولكن حتى في المول بعد مرات انا كيكون عندي هذاك الشغل كتعمل انا غير في المول ديال الكيكه هذاك اللي كيجي فيه المنظر. اول حاجه كنصفو بلا ما ندهنوا لا مول ولا حتى شي حاجه راه اسهل شيء كنسفو ديك البسكوي بطريقه مستديره على ديك كيما شكل الاناء وممكن نعملو حتى في شكل ديال الاناء طويل هذا اختيار كيبقى ليك يعني المهم كيما بغيتي غير في شكل الاناء. كنعملو ديك البسكوي مدور كنعملو فوق منه البنان مقطع يا اما بكثره يا اما كل قطعه ديال البسكوي عمل ليها واحده انت نو البنان اللي متوفر عندك. احسن غطي شويه ديك يتغطى احسن كامل احسن. من بعد كيكون كنطيبو فلان في نفس اللحظة كنكونو كنطيبو فلان باش ما نخليوش حتى يبرد عاد غنستعملو. حنا كنكونو كنطيبو فلان ملي كنطيبو فلان ونطفيو عليه ديك الطبقة هذيك كنسقيوها بديك فلان. أييه ولهنايا غادي تخيل لك أنني غادي نعمل الطبقة الثانية داك الشيء كامل غيتخسر لك. وأنا ديما كنقول لها هادشي هذا غيخسر تقول لي ما ماشي شغلك تنعطيه لك بارد غنشوفو. صافي ملي كتعمل ديك فلان نسيت يبرد عاد تعمل الطبقة الثانية ديك الساعة نفس اللحظة عمل نفس العملية عاوتاني ست في كيكس وست في بنان وعاود كب. كتست في البسكوي فوق منه البنان عاوتاني كتكب فلان. صافي كتعملو إلا بغيتي في ديك اللحظة هذيك تحك شوية ديال الشوكولا بنكهة اللوز. من الأحسن باش هو كيدخل شوية لداخل شوية كيبقى الفوق. ما بغيتي شي ماشي متوفر حتى تعملو يبرد مزيان هذا خصو البرودة مزيان. أنا كندخلو في الثلج في الأول عاد كيخرج شوية عاد كنستعملو. المهم نخلي ما نخليوش يثلج بزاف لأن عاوتاني حنا كيما كنعرفو فلان كيبقى يتلقى الماء إلا بقى يتلقى الماء. صافي نخليوه غير شوية على ما يشبر راسو في البرودة ونخرجوه من الثلج المبرد اللي هو عادي. صافي ديك الساعة ملي كنخرجوه كيمكن تذوقو باش ما بغيتي بالديسير. يعني اما الفروطه ولا الشوكولاته ولا اللوز كونكاسي ولا اللوز ايفيلي ولا اللي بغينا اللي كان عندنا. ماشي غير السكر لان لا ما نعملوش السكر. انا متاكده ما غنعملوش السكر. فلان ما كنعملوش فيه السكر حتى انا ما كنعملش فيه السكر. ايوا احسن باش الانسان يجي مزيون وكاين بنان وكاين كيكس ديجا حلو صافي ما احتاجش يزيد السكر. اي حاجه حنا سبحان الله ملي كتقطع اختي ديك بحال لا تغطيه كتجي
ما تتقطعش حتى إيه. ما تحسش انك تاكل واحد البسكوي معروف كنتي كتعرفو ديجا يعني كاين شي نكهه اخرى. سبحان الله ما عرفتش ديك المذاق. يا ربي بقى لي الوقت اليوم غادي نعملو اليوم سهل حنفي غير سيري وعملو صافي وغنرضي وديك الساعه غنرضي على امل. الله يخليك ربي يخليك. شكرا سميه وشكرا على المشاركه ديالك. الله يخليك تحياتي ليك وتحياتي لامل هي صاحبه الوصفه.